في كل سنة نستذكر الإسراء والمعراج عشان ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا إنه الحياة مش مادة وبس. الحياة في أشياء غيبية لا يقدر عليها إلا الله. الحياة مش عبارة عن وسائل فقط، في تدخلات إلهية. ولمن الذي يستطيع أن ينتقل من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة؟ كله غيبي. عشان هيك ما تخلي حياتك فقط هي أسباب مادية، هنالك تدخلات إلهية. ولذلك الله عز وجل عندما ذكر الإسراء والمعراج أول كلمة قال سبحانه، أي تنزه، لأن ما يأتي بعد سبحان فعل عظيم، وفعل لا يدخل في المقاييس البشرية ولا يدخل في العقل البشري. فقال الله سبحان الذي أسرى بعبده، مش سبحان الذي سرى عبده. الفاعل مش من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الفاعل هو الله ومحل الفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد أسري به، مش هو اللي سرى، ولذلك الفعل منسوب إلى الله عز وجل. فلما يجي واحد الآن يقول لك كيف وما كيف، بنقول له الموضوع لا يدخل تحت كيف، ولا يدخل تحت أين، ولا يدخل تحت لماذا. فإن كيف وأين ولماذا هذه أسباب بشرية، أما إذا تدخل الله عز وجل فالله لا يقال له كيف ولا لماذا ولا أين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإسراء والمعراج في كل سنة تأتي لتذكرنا أن لله تدخلات تأتي في أوقات. الوقت اللي تدخل في ربنا سبحانه وتعالى هو عامل حزن، عندما توفيت ستنا خديجة الداعم الداخلي للنبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي عمه أبو طالب الداعم الخارجي للنبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى الطائف فرفضته الطائف فلم يستطع أن يغير البيئة، وإذا برب العزة سبحانه وتعالى يتدخل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما وأبدا تذكر أن لله قدرة فوق قدرتك، وأن لله مقدرة فوق مقدرتك، وأن لله تدخلات فوق تدخلاتك، والنتيجة كن مع الله.